هل جيت سألت نفسك هو ليه ربنا بيبعت لنا رسائل في الحياة؟ طب ربنا محتاج أصلا يبعت لنا الرسالة دي عشان يثبت لنا اللي هو موجود ولا لأ؟ أكيد طبعا لأ، ربنا مش بيبعت لك الرسالة عشان يثبت لك اللي هو موجود، بس كل الموضوع إن ربنا بيحبك. لما ربنا بيلاقيك اللي انت خرجت عن الخط المستقيم، الخط اللي يوديك الجنة، الخط اللي هو مفيش اسهل منه، ويلاقيك دخلت كده في خطوط تانية ملهاش لازمة اصلا اللي بيحركك الشيطان، هنا بيبدأ ربنا يبعتلك رسالة يقولك ان ربنا بيحبك، فارجع تاني، انا عايزك تاني. فالرسائل دي من نعمة وكرم ربنا علينا. الرسائل دي ممكن تتمثل في رد، تعمل حاجة فربنا يرد عليك على طول كده في ساعتها، انك مثلا تكون مثلا مخنوق من حاجة او بتفكر في حاجة معينة وتسمع مثلا آية معينة وانت ماشي في الشارع بتتكلم عن نفس الحاجة اللي في بالك او اللي بتدور في بالك، او تيجي تفتح مثلا كده المصحف عشوائي كده عينك كده تتحط كده على آية معينة انت كنت محتاج الحل بتاع الموضوع ده، الآية دي حلتها لك. يعني انت لو كان في موضوع مثلا في دماغك بشغلك، تيجي تفتح مثلا مصحف تلاقي اول حاجه حطت عليها عينك رد او حل للمشكله اللي عندك. دي بتبقى رسائل من عند ربنا، ربنا بيحطها لنا عشان يثبت لنا اللي هو قد ايه ربنا بيحبك، قد ايه ربنا معاك، قد ايه ربنا يعني مش معنى اللي انت واقع في مشكله او اللي انت في طريق تاني مع رجال ربنا هيتخلى عنك او هيسيبك. يعني ربنا عنده صبر طبعا، غير طبعا الصبر بتاعنا ولله المثل الاعلى، عنده صبر انك لو عملت ايه وحاولت ترجع تاني وتستغفر ربنا هيسامحك، هتفضل تعمل كده وربنا هيسامحك، هتروح تاني للطريق اللي مش نافع والطريق بتاع الشيطان وترجع تاني وربنا هيسامحك لحد ما انت اللي تزهق. هو ما بيزهقش، هتفضل تروح وتيجي لحد ما انت اللي تزهق، انت اللي تزهق كل شويه تروح وتيجي تروح وتيجي، انت اللي هتزهق مش هو. ولو جيت بصيت للدين الاسلامي والقران هتلاقي ان كله عروض، انك لو عملت معصيه مثلا معينه وحاولت ترجع تاني وتتوب ربنا بيبدل لك سيئاتك كلها حسنات. ده عرض، انك مثلا تقرا مثلا قران فالحرف ب10 ده عرض. فالقران كله والاسلام كله مبني على عروض. احنا اصلا لما بيجي اصلا يجي لنا مثلا عرض من اتصالات او فودافون او اي شريحه بنفضل نفكر هو العرض ده هينفعنا ولا لا، طب انا كده اللي هكون كسبان ولا لا. تخيل بقى القران كله عروض انت اللي كسبان منها، محدش كسبان تاني، واحنا حاطين العروض دي على جنب وبنختار العروض اللي هي مش هتنفعنا خالص اصلا في الحياه. طب ما انت عندك عروض اهي ما تاخدها. فربنا بقى هنا بيبعت لك رساله بيفكرك ان العروض دي لسه موجوده، العروض دي مش هتنتهي، انت اللي خلاص انت اللي شويه وهتنتهي، فالعروض دي لسه مكمله. فالرسائل دي بتبقى معناها كده، بيفضل ربنا يبعت لك رسائل ان العروض دي لسه موجوده، طب ما تعالى جرب يعني. ولو جيت اصلا جربت بتلاقي ان النتيجه سحريه. وانا عملت رسائل وانا عملت فيديوز على رسائل ربنا كتير، 3 فيديوهات ادخل اتفرج عليهم هتلاقيهم هنا او هنا. فالموضوع مهم جدا، مش حكايه ان ربنا بيبعت لك رساله كده وخلاص، لا الرساله دي هتعلم فيك. ولو انت عندك رساله اكتبها تحت في الكومنت، كل واحد عندنا رساله، كل واحد لازم يكون حصل له رساله في الحياه او كذا رساله، اذا كان مثلا انك مثلا تسيب صحابك وربنا يرد عليك مره واحده في حاجه معينه، انك تعمل موقف فربنا يرد عليك في الموقف ده في ساعتها. فكل واحد عندنا كل واحد عنده رسائل، فما تنساش تكتب تحت في الكومنت الرساله بتاعتك وازاي اثرت فيك عشان كلنا نستفيد. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو ربنا بعت لك رساله استقبلها على طول واستخدم العروض اللي موجوده في الاسلام. هو ايه بس كده، دوس كوتش، سلام عليكم. We'll be right back.